حنا اليوم كنتواجدوا بالمنتزه الترفيهي الرحمه، وكنتسناو السيد العامل الان اللي غادي يكون غادي يتم الافتتاح ديالو ان شاء الله لهاد الساكنه ديال الرحمه واحد، واللي كتعتبر من هي المتنفس الوحيد بالنسبه للساكنه ديال الرحمه واحد، وهي عباره عن مجموعه من الحدائق وكذلك من النافورات الاكشاك الملاعب، وهذا راه فخر كبير بالنسبه للمنطقه ديال مدينه الرحمه، وهي في حاجه في امس الحاجه بحال هاد المنتزهات اللي صراحه غادا تعطينا واحد الشحنه بالنسبه حتى لهاد كرياضي بالنسبه للملاعب الرياضيه. الحمد لله غادي تكون واحد غتنفس شويه على الوليدات الصغار، وبالنسبه حتى للناس الكبار، وبالنسبه للناس ديال لي بليزاجي. حتى كنتمنوا ان حتى الساكنه يحافظوا على هذه المنتزه هذه، نتمنوا ان شاء الله يكون خير، وهذا راه في صالح الجميع ان شاء الله. اليوم يوم عالمي وحدث كبير، والساكنه فرحات الحمد لله بالتدشين ديال منتزه الرحمه اللي صادق عليه سيدنا في 2014. اليوم كيخرج للوجود بتدشين سيد عامل عمله اقليم نواصر ورئيس الجامعه الدار بوعزه سي هشام غافير، مشكور من هذا المنبر، والسلطات المحليه والامن الوطني والقوات المساعده وجمعيات المجتمع المدني صراحه اللي كنشكرهم جزيل الشكر، اللي كانوا دايرين هذه البادره واللي طالبوا بهذا الاصلاح ديال هذا المنتزه باش يخرج للارض الوجوه. والحمد لله هذا راه منتزه غينفس ساكنه رحمه، غينفس الجمعيات، وغينفس الوليدات، وغينفس الجيل اللي جاي ان شاء الله من هنا القدام. وكنشكر الجميع صراحه اللي حضر اليوم ودار اليد في اليد، وخاصنا نحتفظوا صراحه واحد الميساج وواحد الرساله، خاصنا نحتفظوا على هذا المنتزه صراحه. احنا فرحانين بزاف اليوم، نادي دار بوعزه اللي كان اول فريق نسوي يدخل لهذا الملعب، وحنا فرحانين بزاف الحضور السي العامل، كنشكروا بزاف على هذه التجهيزات وعلى هذا المنتزه الرائع، وكذلك السي رئيس الجماعه والسي نبيل مهينا رئيس ديالنا، كنشكروه حيت عطانا فرصه ان نكون اول فريق نسوي يدخل لهذا المنتزه.